نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، نواصل دروسنا في بيان مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قد انتهى بنا الدرس الماضي إلى هذه المسألة، وهي جحود القدر. من مسائل الجاهلية إنكار القدر، وزعمهم أن الأمور تجري بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى. كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم يريدون بهذا أنه لا مشيئة لله عز وجل، لأنه لو كان هناك مشيئة لله لمنعهم من أن يشركوا وأن يحرموا ما أحل الله عز وجل. هذا قول في الآية أنهم ينكرون القدر ويزعمون أنه لا قدر، وهذا هو الذي عليه المعتزلة، وكان هذا من مذهب المجوس المزدكية، وأخذ به المعتزلة فنفوا القدر وجعلوا الإنسان يخلق فعل نفسه ولا يخضع لقدر الله، وإنما الإنسان هو الذي يريد هذا العمل ويقوم به بدون أن يكون قد سبق من الله تقدير لهذا. ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستحدث، لم يسبق أن قدر وأن كتب في اللوح المحفوظ. فهذا مذهب منحدر من المجوس، وعليه جاهلية العرب كما ذكر الله عنهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام. ثم في سورة النحل صرحوا بهذا، فقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي سورة الزخرف قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم،
وفي سورة الأنعام يقول جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وفي سورة النحل يقول سبحانه وتعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا قول في الآية. والقول الثاني أنهم يثبتون القدر، معنى هذا أنهم يثبتون القدر ويحتجون به، ويحتجون به على الله سبحانه وتعالى، ويقول: لولا أنك رضيت بهذا ما قدرته علينا، لولا أنك رضيت بالكفر ورضيت بالشرك ورضيت بما قدرت هذا ولا شئته ولا أردته فهم لا يفرقون بين المشيئة وبين الإرادة. المشيئة قد يشاء الله شيئا وهو لا يشرعه ولا يحبه، وقد يشاء شيئا يحبه ويشرعه سبحانه وتعالى. والإرادة كذلك على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فليس من لازم المشيئة المحبة أن الله يحب هذا الشيء حتى يحتجوا به على الله، قد يشاء الله شيئا لا يحبه سبحانه وتعالى حكمة منه للابتلاء والامتحان وتمييز الخبيث من الطيب، وقد يريد شيئا وهو لا يريد يحبه، أراد الكفر من الكفرة وأراد خلق إبليس وهو عدو له مضل لأجل يمتحن به العباد، يتميز المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر. خلقه لحكمة وأوجد الكفر والشرك والإلحاد لحكمة، وأوجد الإيمان والطاعة أوجدها لحكمة. فضادات من أجل تمييز العباد أهل الخير وأهل الشر. فقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قولهم لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. فليس من لازم المشيئة أنه يحب هذا الشيء كما يزعمون. فالله لا يحب أنهم يعبدون هذه الأصنام، ولا يحب أنهم يشركون، ولا يحب أنهم يعبدون من دونه، ولا يحرمون ما لم يحرمه سبحانه وتعالى. الله لا يحب هذا، وإن كان شاءه وأراده كونا وقدرا فهو لا يحبه دينا وشرعا. فهذا القول الثاني في الآية، أنهم يثبتون القدر ويحتجون به على الله ويعذرون به أنفسهم. والقدر لا يحتج به على المعاصي، وإن كانت المعاصي واقعة في قدر الله فهو لا يحتج به، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بنقص في ماله أو بموت قريبه فإنه يحتج بالقدر ويقول: ما
إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. القدر يحتج به على المصائب من أجل الصبر والاحتساب، ولا يحتج به على المعائب والمعاصي، بل المسلم يتجنب المعاصي وإذا وقع في شيء منها يتوب إلى الله ويستغفر ولا يتعلل بالقدر، أن الله لم يجعل القدر عذرا. فالناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في القدر والشرع على ثلاثة أقسام. القسم الأول المجوسية الذين يثبتون الشرع وينفون القدر، وعليه المعتزلة من هذه الأمة هم يؤمنون بالشرع والأوامر والنواهي ولكنهم ينفون القدر. هذه فرقة، وهذه المسألة التي ذكرها إنكار القدر، هذه واحدة. الفرقة الثانية، وسمي هؤلاء بالمجوسية لأنهم يثبتون خالقين مع الله. المجوسية أثبتوا خالقين، والمعتزلة القدرية أثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل. إذا قالوا إن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فصار معناه أن مع الله خالقين متعددين، تعالى الله عما يقولون. ولذلك سموا بالمجوسية، مجوسية هذه الأمة. القسم الثاني الإبليسية، وهم الذين يثبتون القدر وينفون الشرع، يزعمون أنه لا شرع وإنما هو قدر، كما قال إبليس ربي بما أغويتني، فنسب الإغواء إلى الله ولم يعترف بذنبه ومعصيته لربه عز وجل، وأن سبب إغوائه إنما هو امتناعه من طاعة الله لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام. هذا هو السبب، هو لعنه الله أغفل هذا وقال بما أغويتني ولم يعترف بذنبه. وهذا مذهب الجبرية، هذا مذهب الجبرية الذين يحتجون بالقدر ولا يعترفون بالشرع، ويقولون العبد مجبر على ما يقدر يتخلى عن الكفر ولا يقدر يتخلى عن المعاصي ما دامت مقدرة عليه، ما يقدر ولا يستطيع. هؤلاء هم الجبرية الإبليسية. والفرقة الثالثة الذين أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، ولكن زعموا أن بينهما تعارضا، وهؤلاء المشركية العرب الذين يثبتون القدر ويثبتون الشرع لكن يزعمون أن بينهما تعارضا، تعالى الله عما يقولون. والشيخ ذكر الطوائف الثلاث، ذكر الطائفة الأولى المنكرة للقدر، والطائفة الثانية المحتجة بالقدر، والطائفة الثالثة المعارضة بين القدر والشرع، وأفرد لكل صنف مسألة. كل هذه موجودة في الجاهلية، وورثها من ورثها من فرق الضلال المنتسبة إلى الإسلام. أما أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان فإنهم يثبتون الشرع ويثبتون القدر وينفون التعارض بينهما، ينفون التعارض بينهما. هذا مذهب المسلمين، ذات القدر
وإثبات الشرع وأنه لا تعارض بينهما ولله الحمد. فالله قدر المقادير وشرع الشرائع وليس بينهما تعارض. نعم. هل الفرقة الثانية التي تثبت القدر وتحتج على الله به، وهذه فرقة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر ليس له اختيار لأن الله قدر عليه هذا الشيء، لو شاء الله ما أشركنا، فهم احتجوا بمشيئة الله على شركهم وأنهم لا حيلة لهم في هذا. نعم. هذه الطائفة الثالثة، معارضة شرع الله بقدره، يزعمون أن بين القدر وبين الشرع تعارضا، كيف يقدر ثم يشرع خلاف ما يقدر كما يقولون. نعم. السادسة والأربعون مسبة الدهر، من مسائل الجاهلية مسبتهم للدهر، بمعنى أنهم ينسبون التصرف إلى الدهر، ينسبون الموت والحياة وينسبون الغنى والفقر وينسبون المصائب إلى الدهر، ولذلك يذمون الدهر دائما في أشعارهم وفي كلماتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسبة الدهر فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، في حديث آخر حديث قدسي أن الله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالتقدير والمصائب والمكاره والنعم والمسرات والخير والشر هذا كله بيد الله عز وجل وليس هو من الدهر كما يقولون، وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر. هؤلاء يقال لهم الدهرية بمعنى أنهم ينسبون الحوادث التي تجري في هذا الكون مما يكرهون ومما يحبون ينسبونه إلى الدهر، يقول الدهر معه في أفلام طيب أو الدهر عليك نحن أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز. ثبت الدهر لا تجوز ولا مدح الدهر، الدهر إنما هو جمال ليس له تصرف في شيء، وإنما المتصرف هو الذي خلق الدهر سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار، تلك الأيام يداولها بين الناس. فالدهر ليس له شيء من هذا الأمر. نعم. إضافة نعم الله إلى غيره، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا سبق له نظائر أنهم ينسبون النعم إلى جهودهم وأعمالهم ومعرفتهم ولا ينسبونها إلى الله،
كما قال الله سبحانه وتعالى عن قارون لما آتاه الله الكنوز والثروة العظيمة والأموال ونصحه أهل الإيمان بأن يحسن التصرف في هذه الأموال وأن يشكر الله عز وجل، أنكر أن يكون ذلك من الله، وإنما هو حصل عليه بكبده وكسبه وحذقه. قال إنما أوتيته على علم عندي، قيل على علم من الله أنني أستحقه، فالله أعطاني هذا لأنه يعلم أنني أستحق هذا، وليس له فضل في ذلك لأنني أستحق هذا الشيء. وقيل على علم عندي، يعني على خبرة مني بوجوه الكسب، فأنا حصلت هذه الثروة لأنني حاذق في وجوه الكسب وجمع المال، فنسب هذا إلى حوله وقوته ونسي أنه من الله سبحانه وتعالى. كما يقول الإنسان إنما كما يقول الإنسان هذا لي، هذا لي، أي أعطيته باستحقاقي له، لا أن لله جل وعلا فضلا في ذلك. فهذا معنى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقيل أن المراد بنعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونه ولكنهم ينكرون ذلك بألسنتهم، يتظاهرون بإنكار الرسالة التي هي أعظم نعم الله، ينكرونها بألسنتهم تكبرا وعنادا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم يعرفون صحة رسالته بقلوبهم وينكرون ذلك بألسنتهم، أو أن هذا عام في جميع النعم، لأن نعمة الله مضاف والمفرد إذا أضيف يعم، فيكون المراد بنعمة الله أي نعم الله، يعرفون نعم الله، يعرفونها بقلوبهم أنها من الله، لكن ينكرون ذلك بألسنتهم. فهذا من أمور الجاهلية، والواجب على المسلم أن يعترف بنعمة الله ظاهرا وباطنا، وأن يصرفها في مرضات الله عز وجل. ولهذا قالوا أركان الشكر ثلاثة، أركان شكر النعمة ثلاثة، الاعتراف التلفظ بها ظاهرا، تلفظ بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها ومليها وهو الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر. فالذي يعترف بها في الظاهر فقط وينكرها في قلبه هذا كافر بالنعم، والذي ينكرها بلسانه ويعترف بها بقلبه هذا كافر بالنعم، والذي يعترف بها ظاهرا وباطنا ولكن يصرفها في معصية الله هذا أيضا كافر بالنعم. فلا بد أن تجتمع هذه الأركان الثلاثة في الشكر، شكر النعم. إذن فكفران النعم هو من مسائل الجاهلية. نعم.
كفر بآيات الله عز وجل، هذا ذكره الله عن أهل الجاهلية أنهم لا تنفع فيهم الآيات، الكفر بآيات الله والآيات العلامات، الآيات العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: آيات كونية كالشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والأشجار والأنهار والبحار والجبال والمخلوقات، هذه آيات بمعنى أنها دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، هذه آيات كونية. والكون كله دليل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق، ولا فعل بدون فاعل ومدبر، فالكون وما يجري فيه كله أدلة على الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والآخر يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قرب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. فإذا تأملت في هذا الكون، تأملت في هذه النباتات المختلفة، الطعوم والروائح والمناور والكبر والصغر والمنافع، علمت أن لها خالقا حكيما مدبرا. الآن اخرج إلى البر في وقت الربيع وانظر في بقعة من الأرض، كم ترى فيها من أصناف النبات والأشجار؟ البقعة الصغيرة كم ترى فيها من النباتات المتنوعة المختلفة؟ من الذي أوجدها، ومن الذي زرعها، ومن الذي سقاها، ومن الذي أحياها بعد موتها إلا الله سبحانه وتعالى؟ ألا يدل هذا على عظمة الله وقدرته واستحقاقه للعبادة؟ هذه آيات كونية. والنوع الثاني الآيات القرآنية، الآيات القرآنية والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، هذه آيات عظيمة، كلام الله عز وجل وأدلة وحدانيته وقدرته واستحقاقه للعبادة كلها، ونفي الشريك عن الله والرد على المشركين، كل هذا في القرآن الكريم. إذا تأملت سياق الآيات التي تتحدث عن عظمة الله وعن قدرته وعن إرادته ومشيئته وعن خلقه وإيجاده للأشياء وعن تمييزه بين الأنواع والأصناف، وفي الأرض قطع متجاورات
وجنات من نخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالقرآن مملوء من هذه الاستدلالات على عظمة الله وقدرته استحقاقه للعبادة، وكذلك ما فيه من الأوامر والنواهي الحكيمة التي هي في غاية الحكمة لمصالح العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، أوامر ونواهي ليس بينها تعارض ولا تناقض، وكلها لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة ولا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة وفيه خير للناس. هذا يدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، إذ لو كان من عند غيره لوجد فيه تعارض، وجد فيه تناقض، وجد فيه شيء غير صحيح، أنه يتحدث عن شيء وهو غير صحيح. ما في القرآن هذا، القرآن كله لله الحمد، كله حق، كله صواب، عين الصواب وعين الحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمشركون يكفرون بهذا كله، يكفرون بآيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والوحي المنزل، ولا ينتفعون بشيء من ذلك. نعم. جحد بعض آيات الله عز وجل وإنكار بعض آيات الله عز وجل، وهذا كثير واقع من أهل الجاهلية، أنهم يكفرون إما بالآيات كلها وإما أن يكفروا ببعض. ولا شك أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر فإنه كافر بالجميع. ومن كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فمن أنكرها أو أنكر شيئا منها فإنه كافر بآيات الله عز وجل، لأن القرآن، لأن السنة هي الوحي الثاني وهي المفسرة للقرآن. فالذي يكذب بعض الأحاديث الصحيحة أو يجرح فيها أو لا يصدقها كما يفعل بعض الكتاب اليوم، بعض المثقفين اليوم الذين لا يأخذون من السنة إلا ما يوافق أهواءهم ونظرياتهم، وأشد من ذلك ما عليه المعطلة للأسماء والصفات الذين يردون النصوص من القرآن والنصوص من السنة التي تثبت أسماء الله وصفاته يردونها ويحكمون العقل فيها ويقدمون العقل عليها. هؤلاء من الذين يكفرون ببعض آيات الله عز وجل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
في الآية الأخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالفرق المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام تؤمن بالبعض وتكفر ببعض الآخر. يؤمنون ببعض القرآن الذي لا يتعارض مع نظرياتهم وعقلياتهم ويكفرون بالبعض الآخر إذا تعارض مع قواعدهم المنطقية، ويسلطون عليها الإلحاد والتحريف في معانيها، فهذا من الكفر ببعض آيات الله عز وجل. هم لا يكفرون بالجميع، يكفرون بالبعض، ومن كفر بالبعض فهو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فيجب الإيمان بجميع آيات الله عز وجل، لا الإيمان بما يوافق الأهواء ورفض ما يخالف الأهواء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الإيمان لا يقبل التجزئة، لا بد أن يكون الإيمان بجميع ما أمر الله جل وعلا بالإيمان به. أما الإيمان بالبعض والكفر بالبعض فهو كفر بالجميع ولا ينفع صاحبه. نعم. نعم. المسألة الخمسون إنكارهم الرسالات، إنكارهم الرسالات. فالمشركون لا يعترفون بالرسالات نهائيا، الذين هم الوثنيون، الوثنيون لا يعترفون بالرسالة نهائيا. والكتابيون من اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسالات ويكفرون بالبعض الآخر. اليهود جحدوا نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والنصارى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض أنه كافر بالجميع، فلو صدق بجميع الرسل إلا واحدا منهم فإنه كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية وهي قوله تعالى ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه قالتها اليهود من باب العناد والمكابرة لما طلب منهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حملهم الحسد والكبر
على أن يجحدوا الرسالات كلها، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا إنكار لجميع الرسالات. والذي حملهم على هذا وهم يعلمون أنهم على باطل، الذي حملهم على هذا المكابرة والعناد، رد الله عليهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام والذي أنتم تعترفون به. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهذا رد عليهم بما يعترفون به، وهو أن الله أنزل التوراة على موسى. إذن اعترفوا أن الله أنزل على بشر، فما الذي يحملهم على إنكار إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذي أنزل التوراة على موسى هو الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالوثنيون ينكرون الرسالات نهائيا ولا يعترفون برسالة، وأما أهل الكتاب فإنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن أنكر بعض الرسالات فإنه كافر بجميع الرسالة. فهم كافرون بموسى عليه الصلاة والسلام، وكافرون بالتوراة التي بأيديهم، ما داموا يكفرون بمحمد ويكفرون بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا تجدون المشركين في تعنتاتهم ينكرون أن تكون النبوة في البشر، ويقولون هؤلاء بشر مثلنا، ما الذي خصهم بالرسالة من بيننا ونحن أولى منهم؟ ويقترحون على الله أن يرسل الملائكة، يقترحون على الله أن يرسل ملائكة وأن لا يرسل من البشر، وهذا في آيات كثيرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر، ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا لا يليق أن يكون بشر إنسان مثلنا يوحي الله إليه ويخصه بذلك. وهذا من عجائبهم وتناقضهم، أنهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر ولا ينكرون أن تكون العبادة في الحجر. يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار المخلوقة الضعيفة ويستسيغون ذلك، يعبدون الأحجار ويجعلونها أربابا وآلهة، ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر. هذا من تناقضهم العجيب. نعم. نعم، ينكرون أن يكون القرآن كلام الله. لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
بهذا القرآن من عند الله عز وجل أنكروا أن يكون هذا القرآن من كلام الله وأنه نازل من الله، وإنما هو من كلام محمد، إن هذا إلا قول البشر. تحداهم الله في آيات: إذا كنتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر وفصحاء، فأتوا بمثل هذا القرآن، ما دام منه كلام بشر مثلكم فأتوا بمثله، فأتوا بمثله. ثم تحداهم قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فاتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، استنجدوا بمن استطعتم من البشر ومن ما تريدون، خلوهم يعينوكم على أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأخبر أنهم لا يأتون بسورة، وأنهم لم يأتوا في المستقبل إلى يوم القيامة، تحدي باقي. ومع كثرة أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المكذبين له، ما استطاع أحد ولم يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن العظيم، أن الله تحدى ولا يزال يتحدى الناس إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة، أن يأتوا لأكثر سورة من القرآن، مثل قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح، إنا أعطيناك الكوثر، أكثر سورة من القرآن لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه من عند الله عز وجل. الحاصل أن من مسائل الجاهلية إنكار أن يكون القرآن كلام الله، وقد أخذ بهذا المذهب الجهمية قبحهم الله، الذين يزعمون أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلق الله، والمعتزلة والذين قالوا بأن القرآن مكون من شيئين: المعنى النفسي واللفظ والحروف. قالوا المعنى النفسي هذا غير مخلوق، وأما الحروف والألفاظ فهي مخلوقة، كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. كل هؤلاء على نمط واحد في أن القرآن ليس هو كلام الله عز وجل، إن هذا إلا قول البشر. هذا في سياق الآيات التي ذكر الله فيها قصة الوليد ابن المغيرة الذي لما سمع القرآن أعجبه وأصغى له، ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم أنه سمع شيء ما هو كلام البشر، وأنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر، وأثنى على القرآن ومدحه. فلما توجه عليه قومه باللوم
قال أنا أردت أن أختبر أن أختبركم، وإلا القرآن هذا ما هو كلام الله، هذا كلام محمد، إن هذا إلا قول البشر، إنه فسر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، مع أنه يعترف أنه ليس كلام البشر في الأول، وهو لا يزال يعترف بذلك في قلبه، ولكنه لما رأى استنكار الناس عليه جاملهم والعياذ بالله وقال هذه المقالة الشنيعة. فهذا من مسائل الجاهلية، أنهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، وإنما هو قول البشر. شرح العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله لمسائل الجاهلية شرح جيد ومختصر، ولكن فيه اختلاف عن بعض النسخ، فيه نقص في بعض المسائل، اختلاف تقديم وتأخير، وإلا فهو في حد ذاته شرح جيد، لكن يظهر والله أعلم أنه لم يظهر بنسخة مصححة وتامة، بل عنده نسخة كان فيها خروم وفيها نقص، لكن على كل حال الذي شرح جيد. نعم. إذا كان هذا من لباس النساء وليس هو من لباس الرجال وليس هو من التشبه، لما يسمونه التشريع تلبس العروس ليلة العرس، هذا ليس من التشبه بالكفار لأنه موجود عند المسلمين، موجود عند المسلمين، ولكن قد يكون تشبها بالرجال إذا كان على شكل ثياب الرجال، فهي تشبه بالرجال. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. أما إذا لم يكن من لباس الرجال وإنما هو من لباس النساء وعادتهن فليس فيه تشبه، وإن كان تركه أولى وأحسن، وبشرط لا تظهر به أمام الرجال، إنما يكون في محيط النساء أو في داخل مخبئها مع زوجها. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. نعم. إن ربنا يقع لي من ضر، يقع لي من ضر، لا تدري من ضر. نعم. إذا أحد الأيام إلى أن يوم نعم، هذا صحيح. إذا كان المراد وقت اليوم بأنه يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، في يوم نحس مستمر، إذا كان المراد وقت اليوم بهذا وليس من إضافة ما يحدث فيه إليه فليس في هذا الشيء. عذاب يوم أليم، يوم عسير، يوم شديد، يوم حار، يوم بارد، أي شيء، هذا وصف لليوم، ما هو بذم له، إنما هو وصف له. نعم.
أنا نبهتكم على هذا في أول درس، وقلنا إن إطلاق الجاهلية على جميع الناس هذا محرم ولا يجوز، لأن الجاهلية العامة زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية معناها عدم العلم. إذا كان العالم ما فيه علم شرعي فالحالة التي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي الجاهلية الأولى، الجاهلية العامة ليس فيها شرع، انقرضت الرسالات وصار الناس في فترة، فهذه هي الجاهلية. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها زالت الجاهلية العامة ولله الحمد، لأن العلم الإلهي والعلم الشرعي موجود ولله الحمد ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة، فليس فيه جاهلية عامة، ولا يجوز أن يقال جاهلية القرن العشرين أو أن الناس في جاهلية، هذا لا يجوز، لكن يقال هناك بعض صفات الجاهلية أو بعض الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلدان أو في بعض القبائل، جاهلية الجزئية لا توجد. قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما حصل منه بعض التنفس لبعض الصحابة قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية الجزئية نعم توجد، أما الجاهلية العامة هذه زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. هذا لا شك ان الابتلاء والامتحان مستمر، وأن الجهاد باللسان والقلم أنه أمر مطلوب، رد الشبه ورد الأباطيل وبيان الحق وبحث الباطل هذا أمر مطلوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة والمقدرة، كل هذا أمر مطلوب، وكل يقوم بما يستطيع ويسهم في نشر الخير وفي رد الباطل حسب استطاعته وحسب المصلحة ودرء المفاسد، هذا شيء مطلوب. أما الذي لا يستطيع ولا عنده مقدرة هذا يكون معذورا، لكن يكره ذلك بقلبه، يكره ذلك بقلبه، لأنه ما يستطيع يغير باليد ولا يستطيع يغير باللسان، يكفي أنه يكره هذه الأمور بقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل مسلم وكل طالب علم وكل عالم يقوم
نشر الخير ورد الشر بما يستطيع. نعم. إذا كان إذا أخبر المسلم على الناس أن وظيفته أن يزار أو أن يجاهد واستخدم دار المسلم في زرار بعض الأنبياء أو المحرمة فهل يعد ذلك كفرا منها؟ نعم. إذا استعمل رزق الله وما أعطاه الله استعمله في المحرمات والمعاصي فهذا من كفران النعمة. سمعتم أن أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها ظاهرا والإقرار بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا. الإقرار بها باللسان يعني ظاهرا، والاعتراف بها باطنا في القلب، وصرفها في طاعة الله عز وجل. أما إذا صرفها في معصية الله فهذا كفر للنعمة. نعم. هذا غير صحيح، وهذا دليل على أنه لم يقرأ الكتاب أو أنه قرأه ولم يفهمه. هذا عجيب من الكلام. شرح الطحاوية ليس فيه شيء من علم الكلام، وإنما هو بل هو يضم علم الكلام في أول الكتاب، وكله نقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كله نقول من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وليس فيه شيء من علم الكلام إلا من باب الذم له والتحذير منه. فهو كتاب جيد وحافل بالبحوث الطيبة، وهو شرح لعقيدة إمام جليل من أئمة الحديث من الأحناف، وهو الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. كتاب جيد ليس فيه مخالفة لكلام السلف، نعم، بل هو تأييد لكلام السلف. نعم. ما كان يعبد أبو الهول في وقت الصحابة، يقول مقابر، هذه مقابر الفراعنة، وما كانت تعبد، ولا لم يكن عندهم فيها معابد وفيها، إنما هي متروكة مهجورة، مقابر مهجورة. نعم. المعتزلة الذين يقولون بإثبات الأسماء ونفي الصفات، يثبتون الأسماء فقط ويعتقدون أنها ألفاظ مجردة ليس لها معاني، وينفون صفات الله عز وجل. والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون البعض الآخر، فهم أحسن حال من المعتزلة، أحسن حالا من المعتزلة، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. والماتريدية مثل الأشاعرة،
لا فرق بينهما إلا أن هؤلاء ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، والمذهب واحد. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فيما يبلغون عن الله هم معصومون عليهم الصلاة والسلام، وهذا بإجماع المسلمين. ومن شك في عصمتهم فيما يبلغون عن الله فهو كافر وصد عن دين الإسلام. نعم. يجوز عليهم المرض، ويجوز عليهم ما يجوز على البشر من الجوع والعطش ومن التعب، يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والموت، على كله يجوز عليهم لأنهم بشر. نعم. إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر، إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر تقصر، أما إذا صليت الجمعة فتنويها جمعة مع المسلمين، تنويها جمعة ولا تنويها ظهر، وتجزئك عن الظهر، تنويها جمعة تصليها مع المسلمين وتجزئك عن الظهر. نعم. لا ما يجوز تكتب صلاة ولا تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تفوت عليك شيء إن شاء الله، أما صاد هذه ما تكتب ولا تعتبر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي ثبت صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بأس بذلك، الله جل وعلا له لطف خفي لا يعلمه الناس، وله لطف ظاهر يراه الناس، فلا بأس بذلك. نعم. في هذا المعنى ما ينبغي ولا يجوز الكلام، لكن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم، الله جل وعلا يحب أن يغفر لعباده وأن يرحمهم، وهذا من لطفه وفضله سبحانه وتعالى، وفيه أسباب للتوبة والاستغفار، وأن المذنب لا يقلق من رحمة الله ولا ييأس بل يتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا،
من حكمة الله كما سبق أنه خلق الخير والشر والطاعة والمعصية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. كفارة على من باب الكفارات، لأنه إذا أخر القضاء عن وقته من غير عذر فهو يكفر عن هذا التأخير، هذا من باب التكفير، والتكفير ثابت فيه بأدلة أخرى. التكفير إذا حصل من الإنسان خطأ ثابت بأدلة أخرى. نعم. الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يداول او يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس، صوم يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، واما صوم السبت والاحد فلا ادري، ما اعلم في هذا الشيء. كره بعض العلماء افراد يوم السبت بالصيام، ولكن هذا اعتماد على حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حديث ضعيف، فلا حرج في صوم يوم السبت ولا في صوم يوم الاحد على غيرهما من الايام، الا الايام التي نهي عن صيامها كيوم العيد وايام التشريق، الا عن دم متعه وقران، او يوم عرفه للحاج بها، انه يكره له ان يصوم تطوعا من اجل ان يتقوى على الوقوف والعباده. نعم. هذا خلاف المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الأم ثلاث مرات، وأوصى ببر الأب مرة واحدة، فالأم أحق بالبر، يتأكد حقها بما قاسته من الحمل والإرضاع وتربية الطفل وإزالة الأذى عنه، غير ذلك ما لا يقوم به الأب، بأشياء صعبة ما يقوم بها الأب، فلذلك استحقت أن يكون حقها آكد من حق الأب. نعم. هو لا شك أن رد الأحاديث الصحيحة أنه منكر، ولكن قد يكون له عذر، قد يكون لهذا الإنسان عذر، إما لأنه لم يعرف أنها صحيحة، لم يعلم أنها صحيحة، أو أنه تأولها بتأويل ظن أنه سائر وهو غير سائر، أو يكون قلد غيره في ذلك ظنا منه أن هذا الغير حجة، قد يكون له عذر. على كل حال هذا خطأ، ولا يجوز رد الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكفر لا بد من انتفاء موانعه. نعم. استعمال الدف مشروع في الزواج في أجل إعلان النساء للنساء، شروع الضرب هو للنساء
لأجل إعلان النكاح. وقالوا إن الدف هو الذي يكون مغطى من جهة لا من الجهتين، هذا هو الدف، يكون مغطى من جهة واحدة، فإن كان مغطى من الجهتين فهذا هو الطبل، هذا من آلات الله. وما أعرف أنه يخصص تغطية الجلد أي شيء غطي من جهة لا معنى إن شاء الله. نعم. لا، ما يجوز العمل بالحركة والكتابة والخطيب، بل عليه أن ينصت، يقطع الصوت، يقطع الحركة، يتجه إلى الخطيب تماما. إذا كان يكتب يتحرك ويعمل فهذا لم يستمع وينصت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن والحمد لله لا تنسجل مريحة، يبنى تنسجل وتخلي يسجل كلام الخطيب إذا كنت تقصد الفائدة. إلا مر بمراحل الحمل، هو كغيره عليه الصلاة والسلام مر بمراحل الحمل، لكنه خلق من غير أب بكلمة كن، فكن بدل من الأب، بدل من الأب، ولهذا سمي كلمة الله لأنه وجد بالكلمة، قوله تعالى كن. نعم. على كل حال تركه أحسن، لكن إن كان معه عقيدة أن هذا يسبب الألفة، يسبب الوئام بين الزوجين، فهذه عقيدة جاهلية ما تجوز. أما إن كان من باب العادات فقط فهذا لا يصل إلى حد التحريم، ولكن تركه أفضل وأحسن. نعم. لا يجوز في عمل الإنسان، ولكن هذا يكون من باب محبة الأرض الطيبة، فإذا تيسر أنه يدفن في المدينة أو في مكة أو في بيت المقدس في القاعة الطيبة، إذا تيسر هذا هو أحسن، وإن لم يتيسر فلا داعي للتكلف. نعم. لا، لا يجوز أنه يذهب إلى المشعوذين والسحرة يصدقهم في ذلك، أن هذا كفر بالله عز وجل. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والضرورة لا تبيح الكفر ولا تبيح الشرك، هذا الأمر لا يجوز، فعليه أن يتوكل على الله وأن يعالج بالأمور المباحة، فإن يسر الله الشفاء فالحمد لله، وإن لم يتيسر الشفاء فهو يقنع لأنه بذل السبب، بذل الأسباب والحمد لله، يتوكل على الله عز وجل ولا يعمد إلى العلاج المحرم، بل إلى الشرك بالله عز وجل والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان، هذا أمر لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: التامية والمنصور، الخلق في حكمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الثانية والخمسون من مسائل الجاهلية: القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. الحكمة من إحكام الشيء، وهو إتقانه وإحسانه، وقد عرفها العلماء بأنها وضع الشيء في موضعه. حكمة وضع الشيء في موضعه. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه حكيم، سمى نفسه بالعزيز الحكيم، حكيم الخبير، في كثير من الآيات. وأثبت لنفسه الحكمة في خلقه وأمره، فما خلق مخلوقا إلا لحكمة، وما أمر بأمر ونهى عن شيء إلا لحكمة، فله الحكمة البالغة في خلقه وأمره وسائر أفعاله. ومن أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة سبحانه وتعالى. وضد الحكمة العبث، ضد الحكمة العبث والباطل. فالذي يفعل أو يقول من غير حكمة ألا يعتبر عابثا، ويعتبر لاغيا وباطلا. ولهذا يقول جل وعلا ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فجميع مخلوقاته وجميع أوامره ونواهيه وجميع أفعاله سبحانه، كل ذلك يدل على حكمته البالغة ومشيئته النافذة، وأنه لا يفعل شيئا عبثا. فمن وصف شيئا من مخلوقاته أو شيئا من أفعاله أو شيئا من شرائعه لأنه ليس فيه حكمة، فإن هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى، وكفر به، ووصف لله جل وعلا بالعبث. ولهذا يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجزاء، يظنون أن خلق هذه السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات أنه ليس لغاية ولا لحكمة،
ومعنى ذلك أنه باطل. فوصف الله جل وعلا بأنه يفعل أفعالا باطلة تعالى الله عما يقولون، وحكم عليهم بالكفر، ذلك ظن الذين كفروا، سماه ظنا لأنهم ليس عندهم علم، يقولون على الله ما لا يعلمون، ذلك ظن الذين كفروا. فدل على أن من نفى حكمة الله في خلقه وأمره وأفعاله سبحانه أنه كافر. ثم توعدهم فقال: فويل للذين كفروا من النار. هذا معتقد الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين، ولهذا يعترضون على أفعال الله وعلى شرائعه. تارة يقولون إن اختيار محمد صلى الله عليه وسلم غير مناسب، لو كانت النبوة في غيره، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين يعني مكة والطائف، مكة والطائف، لو كانت الرسالة في الوليد بن المغيرة من أهل مكة، أو في عروة بن مسعود في الطائف أو غيره، كان هذا هو الأنسب. أما اختيار محمد اليتيم للرسالة فهذا غير مناسب، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا. وذكر الله عن الكفار أنهم يقولون: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يقولون: لماذا؟ نحن بشر وهم بشر، فلماذا يخصون بالرسالة دوننا؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا هو الذي يختار من يصلح للرسالة، وهو أعلم بمن يصلح للرسالة. حكمته تأبى أن يضع الرسالة بمن لا يصلح له، الله أعلم حيث يجعل رسالة، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صغار في مقابل عزتهم وأنفتهم وتكبرهم، يصيبهم الله جل وعلا بالصغار والمهانة جزاء لهم. وتارة يقولون: ما تصلح الرسالة في البشر، لو أنزل الله ملائكة، لو أنزل الله إلينا ملائكة. أما البشر فهم بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فهم يعترضون على الله في رسالته، يعترضون على الله في تشريعه، فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
يعترضون على تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، يعترضون على الله في تشريعه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى في الآية التي بعدها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، الذي يتبع أوامر الله سواء وجهه إلى المشرق أو إلى المغرب، يتبع ما أمر الله، هذا هو المؤمن، هذا هو البر. أما الذي يعترض يقول لا، ما أصلي إلا لصارت الكعبة، إلا لصارت القبلة إلى بيت المقدس، هذا معناه أنه ليس مطيعا لله سبحانه وتعالى، إنما مطيع لهواه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أهل الإيمان الصحيح لما بلغوا بتحويل القبلة وهم في الصلاة، كانوا في أول الصلاة إلى بيت المقدس، فلما بلغوا وهم يصلون أن القبلة حولت إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة، انصرفوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، لأنهم يتبعون الأمر، ما عندهم اعتراض على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل الإيمان. أما هذه التساؤلات الباطلة، لماذا ولماذا، ويعترضون على الله سبحانه في خلقه وفي أمره وفي تشريعه، فهذا كفر بالله عز وجل. والمؤمن يمتثل الأوامر سواء أدرك حكمتها أو لم يدركها، لأنه عبد، عبد لله عز وجل، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، هذا موجب الإيمان، أنه عبد مأمور يمتثل وينفذ. أما الذي يعترض لماذا ولماذا، ويصف بعض التشريعات أو بعض المخلوقات أو بعض أفعال الله بأنها خالية من الحكمة، فهذا كفر بالله عز وجل. فالمؤمن يعتقد ويؤمن أن الله جل وعلا حكيم، وأنه لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، سواء عرفها أو لم يعرفها، هذا هو المؤمن. أما الذي يبقى يتساءل ويتساءل ويعترض، فهذا دليل على عدم إيمانه. ورث هذا المذهب من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، ورثه المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم من نفاس الحكمة، وقالوا إن الله يفعل الأشياء ويأمر ويشرع لمجرد المشيئة، لمجرد المشيئة والإرادة، لأنه الرب المدبر فهو يفعل ما يشاء لا لحكمة، وإنما لمجرد الربوبية ولمجرد المشيئة. لأننا لو قلنا إنه يفعل لحكمة فصار معنى ذلك أن الحكمة أثرت فيه، أثرت في الله، وأنه فعل هذا الشيء بسبب الحكمة، أنها هي التي أثرت فيه جل وعلا. الله يفعل لمشيئته، مجرد المشيئة ومجرد الربوبية، وهذا لا شك أنه كلام باطل. بل قالوا إنه يجوز على الله أن يحل الخمر والزنا والسرقة، وأن يحرم الصلاة والزكاة وبر الوالدين، يجوز على الله ذلك في مذهبه، لأنه لا يفعل ولا يأمر بحكمة، إنما هو لمجرد المشيئة
والربوبية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون يجوز أن يحرم أن يبيح الخبائث، ويجوز أن يحرم الطيبات لأن له التصرف. أنا أقول هذا كلام باطل، وهذا قول على الله جل وعلا بما ينزه عنه. معنى هذا أنه أن هذا عبث. إذا أخليت أفعال الله وتشريعاته من الحكمة فهذا هو الباطل الذي ظنه الكفار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ويقولون يجوز أن يعذب الله أصلح الناس في جهنم ويدخله جهنم ولو كان أصلح الناس، ويجوز أن يدخل الله الكافر الجنة ولو كان أكفر الناس، لمشيئته فقط وإرادته وربوبيته. تعالى الله عما يقول. رد الله تعالى عليهم بقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فالله ينزه عن أن يعذب الطائعين المستقيمين الصالحين الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله، ينزه سبحانه عن هذا أن يعذبهم ويدخلهم النار، لأن هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. وينزه عن أن يكرم أعداءه ويدخلهم الجنة وهم كفار أفنوا أعمارهم في الكفر والمعاصي. ينزه الله عن ذلك لأنه عبث وظلم، ينزه الله عنه. ومن العجب أنهم نفوا الصفات عن الله بزعمهم تنزيه الله، ولم ينزهوه عن أقبح الظلم والعبث وهو تعذيب الطائعين وتنعيم الكفار والتسوية بين المتناقضات والمختلفات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإثبات الحكمة لله عز وجل هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو من أصول العقيدة. ولو قيل بما يقوله هؤلاء لصارت أفعال الله وتشريعاته وخلقه للمخلوقات كلها عبثا وكلها باطلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد صنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع كتابا مستقلا أسماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو كتاب مشهور ومطبوع الحمد لله، وأزاح فيه كل هذه الأباطيل رحمه الله رحمة واسعة. وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مملوء بإثبات الحكمة لله عز وجل. يمشي على ألسنة العوام الآن شيء من هذا. إذا أصيب أحد بمصيبة قال والله فلان ما يستاهل، فلان طيب وفلان جيد، والله ما يستاهل هذه المصائب، ما يستاهل فلان لأنه طيب ورجل صالح. ولا من الله أعطى بعض عباده ما يعطيهم قال والله فلان ما يستاهل، ما يستاهل هالمال، يستاهل هالعيال، فلان ما يستاهل. يعني يعترضون على الله سبحانه وتعالى، ولو تعمدوا هذا لكفروا، ولكن هم لا يدرون عن هذه الأمور.
ولكن هذا كلام خطير. الله جل وعلا يبتلي عباده ويمتحنهم ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يبتلي عباده الطيبين بالمصائب لحكم عظيمة ليكفر عنهم سيئاتهم ولأجل أن يحاسبوا أنفسهم عما فعلوا ويصححوا أعمالهم وينعم أعداءه ويعطيهم ويعطيهم من باب الاستدراج. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بعض الناس يقول لماذا المسلمون متأخرون والكفار متقدمون في الصناعات والتقنيات وكذا وكذا؟ نقول يا أخي هذا مرده لأمرين. أولا إهمال المسلمين، فلو أن المسلمين جدوا فالله جل وعلا خلق الدنيا لهم بما فيها من المصالح، فلو أنهم جدوا واجتهدوا لسبقوا غيرهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتأخر المسلمين راجع إلى أفعالهم هم وكسلهم وخمولهم، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله قد يبتليهم ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب، ابتلاء وامتحان.